حصلها ايضا مره ثانيه. العربي طويله لاعبها لرجا يحاول فيها يخلصها رجا مع حارس المرمى وتلعب رجا رافع خطفها من صالح مهدي وهذه هي الاهداف الخاطفه. رجا رافع هدف رابع للعربي، أربعة العربي واثنين السلمية. خلاص شوف هذه عادة البطيء، هذه عادة العلي حاول رجع الكرة لحارس مرمى صالح مهدي حاول يلمها من أمام رجا رافع خطفها قبله